اتكلم على تدريب الاهلي باستفاضه، لان عندي جزئيه مهمه جدا في موضوع حراسه المرمى تحديدا. ليه بقى؟ انت دلوقتي لما هتتكلم على مركز حراسه المرمى، النادي الاهلي بعد شفاء وجاهزيه محمد الشناوي في التدريبات الجماعيه، وهي سبحان الله، بصوا انا بقول لكم على التدريب اهو، اللعيبه معانا الشناوي، مصطفى شوبير، وايضا كمان في مصطفى مخلوف. الزنفوري طبعا موجود في التدريبات لكن مش هيكون موجود في ماتش مازيمبي لعدم القيد في القائمه الافريقيه. دول الثلاثه اللي موجودين في مباراه مازيمبي، الشناوي، مصطفى شوبير، وايضا مصطفى مخلوف. في تريكايه هتحصل في الايام اللي جايه، وانا عارف من بدري الناس ممكن تقول لك الله ده الشناوي دخل القائمه، ده ممكن يلعب الماتش. لا يا جماعه، بصوا، حمزه علاء كان في كلام ان في اصابه عنده خفيفه كده، فما بيتمرنش مع الفريق التدريبات الحاليه، فبالتالي حارس ال 2005 مش موجود مع الفريق، فصعب جدا تجيبه من قطاع الناشئين تدخله قائمه هذه المباراه. فوارد جدا، وارد جدا بوجود مصطفى شوبير وبوجود مصطفى مخلوف، كولر يستعين بمحمد الشناوي في قائمه المباراه اللي فيها 23 24 لاعب لحاجات كتيره. اولا الشناوي بخبراته وبامكانياته وقدراته ودوره ككابتن للفريق، وجوده في معسكر مباراه زي دي مهم جدا. اتنين، بدري يكون متواجد مع الفريق وانت بتحضره للمباريات اللي جايه. ثلاثه، لا قدر الله مع ميعاد المباراه في اي حاجه، يبقى انت مش واخد ريسك بوجود حارسين بس، لا ده انت معاك الثلاثه. فباذن الله ده اللي ممكن يحصل في الايام اللي جايه. قدامكم عموم التدريب، موجود كريم فؤاد، موجود محمد هاني، موجود خالد عبد الفتاح، موجود محمد عبد المنعم. طبعا انا بتكلم معاكم قدامكم على الشاشه كل اللعيبه اللي موجوده في التدريب. انتوني موديست، مروان عطيه هو كمان موجود في المران الجماعي، اطمنا هو على مروان عطيه بيشارك في المران الجماعي. بيرسيتاو موجود، اليو ديانج اهو كمان موجود في التدريبات الجماعيه، محمود متولي، رضا سليم اهو كمان، كريم الدبيس، محمد كريستو. تدريب الاهلي الحمد لله والفضل لله كامل العدد. كريم فؤاد، عايز اقول لكم اللقطات دي مفيش، كانت من لحظات قليله جدا، بنحاول نقول لكم كل التفاصيل الخاصه بالفريق. محمد مجدي قفشه كمان اهو موجود، كهربا، طاهر، محمد طاهر، باذن الله الفريق كله يكون موجود وجاهز ان شاء الله لمباراه مازيمبي. مين بقى يلعب في التشكيله الاساسيه؟ اعتقد كولر هيكون عنده حيره فنيه لذيذه. لما يكون عندك اليو ديانج وعندك كريم نيدفيد والسوليه واحمد نبيل كوكا ويعني مين تاني، انت بتتكلم في ست لعيبه دلوقتي ومروان عطيه موجودين، وانت محتاج منهم مثلا اتنين تلاته. حلو قوي، تلاته موجودين وتلاته معايا على الدكه، او تلاته موجودين واتنين على الدكه وواحد بره السكور مثلا. غير لما سافرت مازيمبي وانت ما عندكش غير تلاته، فبدات بالتلاته، ولما اصيب اكرم واحمد نبيل كوكا اضطريت تلعب محمود متولي في مركز مش في مركزه بعد غياب لاكثر من 10 شهور. فالمواقف الصعبه اللي زي دي بتبقى صعبه جدا وفيها حيره للجهاز الفني، لكن لما يكون عندك كل اللعيبه موجوده بيقولوا عليها كده بلغه الكوره ايه؟ مشكله لذيذه. حسين الشحات اهو كمان بيتدرب بالقناع الطبي عشان يبقى حاجه واقي ليه في الوجه، وحسين نفس القصه يعني طبيا جاهز يلعب، ولكن طبعا فنيا بقاله كام يوم ما كانش بيتمرن، لسه نازل تدريب لما القناع بقى موجود معاه. فهل لياقه المباريات موجوده لحسين؟ ده اللي هيحسمه مارسيل كولر. انا كل اللي يهمني 11 راجل في الملعب، نكسب، نعدي هذه المباراه باذن الله، ومباراه النهائي لسه قدامها وقت، 18/5 25/5، يعني لسه عندك وقت كبير، وهتلعب وقتها كمان ما بين المباريات دي حوالي 3 4 مباريات في الدوري العام في 1 مايو و4 مايو و8 مايو، وغالبا في ماتش كمان يوم 11 او 12 مايو، فعندك وقت كويس جدا قبل مباراه نهائي افريقي. يعني في النهايه نتمنى يا رب التوفيق للنادي الاهلي في هذه